الاتحاد المصري منذ قليل اعترض رسميا على اختيار الحكم الجامبي باكاري جاساما لمباراة المنتخب ضد الكاميرون، بينما اعلنت البعثة سلبية مسحة جميع اعضاء بعثة الفراعنة. الضغط النفسي ابتدى يا جماعة، الضغط النفسي ابتدى. صحف ابتدت كاميرونية بدأت بالضغط من الصبح بإيجابية اخبار في على عدد من المواقع الكاميرونية بإيجابية مسحة صلاح، ولكن وطبعا ده بيبقى شيء مرعب، يعني احنا صحينا كلنا على خبر مرعب، ولكن البعثة أكدت أنه لا صحة لهذه الأنباء وأنه صلاح وكل الفريق نيجاتيف كورونا وكل الجهاز الفني أيضا. طيب مين جاسامي جام مين حكم المباراة؟ الجامبي باكاري جسامة. خلينا نشوف هذه المعلومات عنه أولا ونرجع تاني.